أكيد برحب بكل مشاهدينا مرة تانية، ودلوقتي جه ميعادنا مع فقرتنا الأخيرة وهي فقرة وان شوت. زي كده ما بنشجع اللعيبة الكبار والنجوم حوالين العالم كله في كل المواقف الإيجابية أو في أي إنجاز بيحققوه، فقرتنا النهاردة في وان شوت لازم بقى نقول برافو للعيبة الصغيرين الناشئين في نادي أنبي، واللي بيقدموا دلوقتي عروض قوية جدا في البطولة الدولية الودية اللي بيشارك فيها دلوقتي لعيبة أنبي الناشئين في أسبانيا. ناشئين أنبي تحت 14 سنة حققوا انتصار كبير جدا وعريض على نادي أتلتيكو الأسباني بنتيجة 6-0، وطبعا بيقدموا عروض قوية جدا، نجحوا كمان ان هم يفرضوا سيطرتهم من بداية ظهورهم في البطولة، وبشخصية كبيرة جدا بتأكد بالفعل مش بالكلام ان مصر عندها معادن من ذهب في الكرة ولعيبة ناشئين لو كل نادي اهتم بيهم هيقدر ان هو يستغلهم وبشكل ايجابي، ويقدر كمان ان هو يوفر على خزينته ملايين الملايين في الصفقات المحلية والاجنبية. والحقيقة برضو ان الاهتمام بالناشئين مش بس هيساعد في خروج وجوه جديدة في الكرة ممكن يتم استخدامها في مصر او يحترفوا خارجيا ويمثلوا اكيد مصر في كل دوريات العالم، ولكن زي ما شفنا كده الفترة الاخيرة دي في مباريات نادي الزمالك مثلا، فهنلاقي ان في ظروف يعني حصلت لنادي الزمالك زي الاصابات الطارئه في الفريق الاول اللي كان بيمر بيها، طبعا هنلاقي ان اللي نفع فريق نادي الزمالك في الوقت ده هو الناشئين اللي تم تصعيدهم وفاجئوا طبعا الكل بالمستوى والقدرات الكبيره اللي عندهم. فباختصار كده خلينا نقول ان القطاعات الناشئين هم كنز الكوره المصريه.